يعني استلمت الشهاده بتاعتي في شهر 2/2011، لكن الديزرتيشن والكتاب طبع كله هناك كان الكلام ده في 30/12/2010. وبعدين كنت مستعجل شديد جدا لانه جاي على السودان، فيوم 3/1 كنت في السودان، الشهاده الالكترونيه بالبرامج جات بعدك لاحقا. والاستعجال ده الايرجنت اللي جاي من وين؟ كان انه انت في حاجات كثيره المفروض نعملها، كل واحد فينا المفروض حاجات يعملها. الديزرتيشن بتاعي التايتل بتاعه اسمه Incorporating Background Knowledge in Privacy Preserving Geolocation and Access Control Approach. كل الكلام ده بيتكلم زي اللغه الصينيه، وانا هكون سعيد جدا بالكلام ده. لكن هو الموضوع شنو؟ الموضوع ببساطه شديده، الموضوع ببساطه شديده انه في مشكله بتاع برايفسي في كل الاي تي بنستخدم معاها، كمبيوتر، نتورك، انترنت، ده كله لما بنستخدمهم بيكون دايما في مشكله في البرايفسي. والبرايفسي التعريف بتاعه بكل بساطة شديدة إنه يا أخي مش المفروض تعرف عني حاجة إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، غير كده أنت دخلت في خصوصية ده. طبعا الكلام ده اللي بيسمعه من هنا ما عنده أي معنى. الواحد اللي لسه لو جاي لك ثلاث من هالبوم ده يعني ما بتدخل خصوصية في البرايفسي حتى كده وكده. هو والناس أول ما الزوج يقول ها ما في سلام، هو لو جيت ثلاثة اللي بنعمل ها هو البنت ولا يقولها ولا بنعالج المشكله دي. يعني يكون لها تدخل ثابت سبرايز، يعني بالنسبه لي هنا قد يكون عندنا تسامح تولرنس بتاع ما بيركز شديد في الحياه، لكن الحياه دي فيها اوبليجيشن قانونيه. يعني انا ممكن ارفع فيك بلاغه داخله في السجن مليون سنه كده لانك اختلفت خصوصيه خصوصا لو جات في كونتكست بتاع معلومات. انا الموضوع بتاعي في الماستر في البي اتش دي كله كان اراوند الداتا مايننج، تنقيب في البيانات. والتنقيب في البيانات اصلا جاي من انه في بيانات بقت كثير جدا طالعه في الدنيا. بيانات يعني لو عندك كل واحد فيكم المفروض ملغى ابلكيشن فور فيو اسمه تليفونه وايميله وبنيات الجامعه، دي كلها معلومات مفيده جدا جدا للبزنس، مفيده جدا جدا للسكيورتي، مفيده جدا جدا للبلاننج، لكن مضره جدا جدا للخصوصيه. فقدر ما تكون انت معلومات اكثر بالنسبه لك كويسه للريسيرش، كويسه للاندستري، كويسه للبتاع، لكن مضره لخصوصيتك جدا، خصوصا لو كان في زول بيعمل ميسيوز، لو معلوماتك وبياناتك وقعت في حته غلط. فده الموضوع بتاعي انه يا اخي والله يا اخي ليه يا اخي الزول يقدر يخش ويختار خصوصيته بتاعتك؟ فالمفروض انا اعمل ليه حاجه عشان احمي الكلام ده؟ ده كان الريسيرش بتاعي. انا شخصيا ما اقترحت الكلام ده، انا شخصيا انا جيت في ريسيرش لابروجكت صابونة زينوك دخلت جوا المكنة الكبيرة دي في تيم اسمه الداتا بيز اند بايو انفورماتكس سكيورتي. ده تيم انا جيت كجونيور في التيم، جيت داخل في التيم كده في الناس عندهم بروبلمز مختلفة شغالين فيها. التيم ليدر كانت بي اتش دي ستودنت، قالت لي يا اخي من المواضيع اللي عايزين دول يشتغل فيها هي البرايفسي، وانا دول مولع جدا في الحاجات زي المويه وقتها في البوضه دي. طيب انت شفت اثيال وثيال والبرايفسي في الثقافه السودانيه والبرايفسي في الثقافه الاسيويه في امريكا وفي اوروبا، وفي قضيه قانونيه يعني في قضيه جايه في يوم شتاء وزي ودي كده ودي كده ودي كده، وانا الحاجه بحب اجتهد. فكنت مسكت الجزء ده وبديت ابحث فيه، ابحث فيه وكل مره اطلع فيه ورقه ولا كده. فالموضوع عندي شنو البرايفسي ده عشان احنا نحقق البرايفسي بتاع الناس. اخوانا الناس هذول في الزمن انا 20 دقيقه عشان حقيقة البرايفسي لازم اعمل نوع من الانوميا دي. يعني انا اديك البيانات لكن من غير ما اوريك انا منو. انت داير شنو داير مثلا معلومات ديموغرافيه، انا بديك معلومات ديموغرافيه من غير ما اوريك انا منو. تقول لي استخدمها في الريسيرش انا بديك اياها. دي مفيده للريسيرش في مجال الامراض والصحه العامه والما اعرف شنو كل المجالات، لكن مضره لي كفرد انا كشخص. فالمفروض انه انا اخلي الداتا تكون ريزنبلي انوميا. ده الهدف بتاع الريسيرش بتاعنا في الحته دي انوميوس ولا بروتكتد بطريقه ما. البرايفسي از نوت سكيورتي ايشو، البرايفسي از لوجيكال سكيورتي ايشو، لانها مفهوم بيستقل من حته لحته مختلفه. يعني مثلا في كوريا الجنوبيه بتسال اول سؤال بتسال الرجل لما تلاقيه بعد السلام عليكم بتقول له عمرك كم؟ ولا عمري كم؟ ليه؟ لانه بيعتمد عليه اللغه اللي بتكلمه معاه. فلو كان اكبر مني سينيور بتكلم معاه لغه محترمه، لا دي الكشف بتاعته. لو كان اقدر مني بتكلم معاه لغه عاديه
ولا لغه محترمه اختار مع ثاني زي ما ده. لكن انت هنا لو سالت فيك تلاقي عندك كم؟ عايز اقول لك مثال يعني فالكونسيبت نفس السؤال ذاته من ثقافه لثقافه من مكان لمكان مختلف. فكيف نقدر نربط الكلام ده؟ في مشاكل كثيرة جدا لقصة البيانات الموجودة على الإنترنت، كيف إنها تطلع من فيوز؟ والمن فيوز على حاجات خطيرة، مثلا عندنا هيلث انشورنس، أنا ممكن أعمل تأمين على حياتي أنا شخصيا، التأمين ده بكم حدفع للتأمين كل شهر كم؟ التأمين بعد ما هو كاستمايز يعني كل شهر التأمين بتاعه براوة مش كده؟ واحد عنده سكري التأمين بتاعه أعلى لأنه مستمايز بسين طوال ومستمر معاه. واحد ثاني ما عنده أي حاجة، ده التأمين بتاعه أقل، اثنين تأمين الرخصة، هدول بيعملوا حوادث كثيرة وما كثيرة. في مثلا الحاكم بتاع ولاية ماساتشوستس ده خدت الكليت ريكوردز بتاعته، واحد دي كان موجودة في الكيسة، وفي نفس الوقت تم منشور الفوتر ليست من أجل الشفافية، يعني الانتخابات دي الزول بينتخب يقول والله مثلا الدائرة دي انتخبوا فيها 1000 نفر، 1000 نفر زي منو؟ انا من حقي اعرف انه زي من الانتخاب مش كده؟ وصوت لانه كلام ده لغرض الشفافيه يكون مشهور في الانترنت مش كده؟ لكن ده منشور بيجاري، في حاجه ثانيه منشوره بيجاري، اما تواصل الاثنين بعرف يعني دي المستشفى بيجاري ناشره انه والله في ناس مرضاني لكن ما خدتها تعمل خدت الديموغرافي انفورميشن بتاعته انه والله مثلا الحدود البنية بتاعه كده المنطقه كده عمره كده عنده سرطان دي اربع ريكورد موجودين بيجاني وفي اربع ريكورد ثاني موجوده فيها من الانتخابات الشفافيه لما ناخدهم مع بعض بتوريني انه عنده سرطان وده كان الكيس ده تحديدا حصل للحاكم بتاع السيوتي امريكا اونلاين برضه عندها كان كيس بتاع انه خدت بيانات اللي ترجع كان الريسيرش تستفيدوا منها يعني اللي هي اللوج ديتا بتاعته دول دخل السايت وعمل سيرش عن شنو بتاع الباحثين طلعوا منها كمية بتاعت كريدت كارد كمية من ناحية السكيورتي طلعوا منها كمية بتاعت ناس انهم فاكرة محددة وكانت حاجة خطيرة جدا يعني بالنسبة لهم الكلام ده هو دفع العلم بتاع البرايفت والسيرتنج داتا مايننج انه يمشي لقدام انه بقت حاجة خطيرة للمجتمع في حاجتين رئيسيات اللي فيهم مشكلة اللي هي أول حاجة اللينكينج داتا ما في فوتو اللينكينج داتا لو شفت في عندنا ده الميجر سورس انه اعمل لينك لداتا سيت موجوده بالجاي ولينك مع داتا سيت موجوده بالجاي دي الحاجه الاولى دي الحاجه الخطيره اللي لازم نعالجها دي في العاده ما بتستخدم لها الداتا ديستورشن بعمل نويز في الداتا يعني ما باخدها زي ما هي ما كلير لما باخدها ما كلير بتقلل اليوتيليتي بتاعت الداتا يعني ما بتكون مفيده لانه ما بتغطيش مش كده؟ بعدين الداتا كمان الداتا تكون نظيفه دي واحده الثانية في observation الobservation دي بتعمل على background knowledge لاحظت ان الobservation بتاعتهم background knowledge background knowledge بيقول انه انا عارف حاجة انا عارف انه الزول ده مرته راجع في المستشفى ما هو مرته راجع في المستشفى بمرض معدي معناها ممكن يكون المرض المعدي عندي كده لو لقيت لي داتا سيت بيجاي لناس ساكنين في المنطقه دي وعندهم المرض المعدي ده ممكن استنتج اقول ان الزول ده عنده المرض المعدي صح؟ خصوصا لو كان مثلا ذكر في الثلاثينات وما عرف يعني ثلاث اربع ريكورد كده ممكن اطلع منه فانت استحمل حاجتين انه الداتا سيت بيجاي الداتا سيت بيجاي ما يخشوا على بعض باك جراوند نولج بيجاي والداتا سيت بيجاي انه ما يخشوا على بعض دي الحاجه اللي كنت انترست فيها كنت ده احمي البرايفسي ضد الحاجه العاليه زي كده اول سؤال لو عملت لي ريكام تاني انه انت عارف عن مين شنو؟ انا المفروض احمي نفسي ضد وسؤال يعني لذيذ يعني انا ما كنت اعرف انت عارف عن مين شنو فلازم اعمل لي نوع بتاع الموديل لازم اعمل موديلنج للكلام بتاعك دي الاتريبيوت زي ما قلنا دي حاجه منشوره نشرها خاصه ودي حاجه منشوره للسجل الانتخاب الاثنين دول هنا وهنا بتثبت انه من الزول ده صاحب الريكورد ده عنده المرض الفلاني كده فهي الباك جراوند نولج بتاعتها ده ريل ثريت يعني ثريت كبير جدا يقول لها الله يظن ده ما عارفينه يعني عرفت من وين عندك باك جراوند نولج لحاجه فيها كورليشن انا اي كان كورليشن في الداتا مايننج في جانب كبير جدا بتاع كورليشن للداتا بيز ممكن عارفها فالداتا بتتقسم زي كده انا بقسمها لانه الداتا بير دي او بي والسكس والزيب كود والديسيز لازم تقول عليهم شنو؟ الكواسي ايدنتيفاير يعني دي كواسي مع بعض
جميل. وفي حاجه اسمها ايدنتيفاير، فايدنتيفاير بس ده اسمك، اسمك خالد احمد ابراهيم، وبعدين ده خالد ايدنتيفاير يعني عارفك انت. انا في العاده لما اعمل ريفيس للداتا سيت من اي داتا سيت بشيل الريفيس اللي بدا بخلي اللي بعدين ده، وبعمل لي انديكيتور كده او بوينت تقول لي والله واحد بيساوي خالد، اثنين بيساوي انور الى اخره، مش كده؟ هي المشكله بتاع الباك جراوند نولج واللينك بتاع الداتا ستيل لو شلت الكيتن برضه انا بقدر اخلي نفس المعلومه بتاعتي. فكيف انا اشرح لك الكلام ده؟ كل الريسيرش بتاعت كان في الحته دي جميل. في حاجات ريليتد للموضوع ده، انه برضه في ادفانسمنت في علوم ثانيه زي العلوم بتاع الجي اي اس السبيشال داتا بيز. في حاجه اسمها الهيلث ماب، في خريطه كده بتظهر للناس اللي عندهم ملاريا، في ناس بيكونوا مبسوطين وسعيدين انهم مشوا الخريطه دي. في ناس حزينين زي حالتنا احنا بنكون انه الخريطه دي تخرق البرايفسي لو ما اتنشرت بالطريقه الصح. يعني قبل ما تنشر الحاجه لازم تكون عارف انها شنو، ما مهدد لاي خصوصيه بتاع الزول كده. فدي يمكن مثلا السواين فلو اللي هي البروزه بتاعت الخنازير دي لما ظهرت طورنا في جوجل، كان جوجل هيلث بدوا ينشروا في البتاعات. لكن من هنا ما كان انديكيت لو سمعت العربي في البتاعات ماشيه من الموقع ده في الكنسات ده، العربيه بتاعت الازعاج ماشيه في الحته الفلانيه، وجيت لقيت في هوسبيتال في حته ما ماشر هناك بيقول في علاقه ما بين اللوكيشن والزول الاصابه المرض ده، مش كده؟ ودي بتحصل. عشان كده الداتا سيت اللي اشتغلت عليها كلها كانت شنو؟ بتاع ابديميولوجي. يعني انا جبتها من علم الاوبئه داتا سيت. علم الاوبئه فيه حاجه، اي وباء بيحصل في البدايه يكون في اوت بريك، مش كده؟ لحد بيقول لي بدا الانتشار كيف عشان يبقى وباء. يعني بدا في البدايه اوت بريك عشان يحصل ابدا. ففي الحته في المرحله دي في حاجتين، في عامل الزمن وعامل المكان. ان هما بدا في مكان مش كده؟ ومشى في خلال زمن محدد. مثال كبير جدا للمساله دي النمله، النمله في بدايه موسم الشتاء مش كده؟ انفلونزا. فبالتالي بتيجي في موسم في زمن، والنزله والله بدات من هنا، يعني انفلونزا الخنازير دي ما بدات في حته في باندونغ ولا شنو في الصين. ما باندونغ، المهم في الصين في مكان محدد. فبالتالي انا عندي دايمنشن بتاع زمان ودايمنشن بتاع مكان. انا ممكن احب اعمل منه موديل انه الزول الوصيف في الحته دي لو عملت داتا مايننج تلاقي اي الجوريزم بتاع اسوسيشن ولا بتاع كلاسيفيكيشن بقدر استنتج انه الحته دي طالع منها كلاس ولا طالع منها كلاستر ولا طالع منها اسوسيشن محدد، مش كده؟ فده الموضوع. الداتا مايننج طبعا هي عباره عن كمية بتاعت العلوم داخلة عشان في النص تطلع لي الداتا مايننج، لكن الريسيرش بتاعي برضه كان عبارة عن خلطة بتاعت العلوم. يعني أنا باني في الداتا مايننج والداتا مايننج ذاتها والعلوم الثانية ذاتها جاية من كتاب مختلفة. فداخل فيه البرايفسي والسكيورتي الاكسس كنترول اكستنشن من الرول بيس اكسس كنترول. الحين ذاته شغال هو اسمه برايفسي بريزيرفنج داتا مايننج وداتا ببلشنج، ده برضه اكستنشن ثاني. في الداتا مايننج كان في ويب مايننج ويب ابلكيشن، هنا كان في الهيلث انفورماتيك، بداية كان في السبيشال داتا بيز اللي هي فيها جي اي اس وفيها لوكيشن بيز سيرفيس. ده كله كنت انا بكون حاين، كنت عندي ريفرنس هنا وريفرنس هنا وريفرنس هنا، فطلع لنا حاجه مشتركه بشتغل وهوريك بس الهايبوثيسيس. الريليتد ورك دي كلها ابلكيشنز كانت اساسيه تيجر فيها وحدات من نيشر، وحدات من الاي تو بي تي ترانزاكشنز والى اخره. جميل؟ فتحتيك انه انا عارف انا قاعد اشتغل بالباك جراوند نولج دي يعني في البحث بتاعي لازم اضبط مصطلحاتي وانا ماشي عشان ما يكون في حاجه توصل. فقدمتها مثلا زي دي الباك جراوند نولج ان والله مثلا الذكور ما عنده في مصطلح عن سدي. اي نعم قد يكون في واحد اصاب بالسرطان عن سدي قبل كده، لكن في العاده ما في صح؟ يعني لو لقيت جلسات منشوره ان والله في سرطان سدي سرطان سدي سرطان سدي، هستنتج الباك جراوند نولج بيقول لي شنو؟ انه دي مرض دي مرض دي مرض، مش كده؟ فبالتالي في فاكت الفاكت دي هو لا باك جراوند نولج. أو حاجة ممكن تكون with high probability 10 to 1 يعني قريبة لـ 1، أنا أقول والله فعلا دي باك جراوند نولج. جميل؟ كان في عدد من البروبوزيشن اللي قدمتها إنه أنا أول شيء داير أكون الكوازا ايدنتيفاير اللي هو الديموغرافيك أتريبيوت دي لازم تكون اندبندنت. دي واحدة من البروبوزيشن. ثاني حاجة إنه الديبندنسي ما بين الأوريجينال سنسيتيف أتريبيوت، سنسيتيف أتريبيوت اللي هي بتمثل المرض كده، والكومبينيشن بتاع الكوانتي ايدنتيفاير والسنسر اتريبيوت ديل لازم يكونوا شنو كونسوليتيبل بتاع مارك. وهنا في مثال انه البريد كانسر
dependent on sex. يعني probability بتاع انه شخص اصابه breast cancer بيساوي واحد لو كان female، مش كده؟ الكونتريبيوشن تحت الريسيرش اساسا كان والله اول شيء احنا نشوف هل في علاقه بتربط ما بين الجيو لوكيشن كانتاير تايم وما بين الايديولوجي مثلا. ثاني حاجه دخلنا في طبعا التكنيك عشان نعمل مايننج نطلع النولج، النولج ده هو الباك جراوند نولج. يعني نولج مارج من الداتا مايننج بيساوي باك جراوند نولج بالنسبه للدول اللي هيخش في الداتا بيس بعد كده. يعني عندك انت لازم اعرف منها انت عارف عن ايش نقطه. انت بعرف منها من الداتا مايننج نفسها. ثالث حاجه كنا عملنا فورماليزيشن للاكسس كنترول ديت. الرول ديت اكسس كنترول من نفسه هو ما بيقدر يحمي برايفت، لكن لو عملنا اكستنشن، لو عملنا اكستنشن ممكن نحمي برايفت. جميل. بعدين في البرفورمانس ايفالويشن عملنا زي مقارنات كده مع كل المودلز الموجوده عشان تحمي برايفت حاليا. ممكن في فلو، في فلو رئيسي بشنو؟ في الريكورد لينكج. يعني لما الزوج يربط بيجاي يربط بيجاي مع بعض. فاحنا هنا الموديل بتاعنا اللي قدمناه ده كان بيوقف الموضوع تماما. دي كميه بتاعت امثله عن الموضوع. جميل. هنا ده بيوضح انه عمليه المايننج بتاعتها كيف. انه في كواتر ريسبايرز في سنسور اتريبيوتس. ده احنا بنربط ما بينه. بنعمل كورليشن ما بين اللوكيشن وما بين الديسيز. لانه الديسيز نفسه عنده تو دايمنشن. لوكيشن وتايم برضه. مش كده؟ فدي كانت فكره رئيسيه. بنعمل باتر مايننج بتطلع لنا رولز. الرول دي هي الباك جراوند نولج. كويس؟ ده اكزامبل لانه الجيوريكيشن انه انا عارف الحاجه بدات في مكان زمان محدد ده الجيوريكيشن بقدر اجيبه كيف؟ يا اما بجيبه من اي بي ادريس انترنت بروتوكول ادريس ولا بجيبه من شنو؟ وده عرفنا هنا حاجه اسمها سيرك لوكيشن انه في لوكيشن محدد انا هستهدفه الوايرلس ده في الفي اي بي اي ده كنا شغالين فيه برضه اوفر ال HTML5 لانجوج. كويس؟ الماتشنج فريم ورك انا لازم اعمل ماتشنج ما بين الزر الحاجه اللي عارفها الزر ده وما بين الحاجه اللي الداتا موجوده عندي. الماتشنج ده بيحصل كيف؟ هو بيحصل بالفريم ورك ده. انه والله في يوزر بيعمل ريكويست بتجي هنا ده مابين فانكشن بتعمل مابين للوكيشن نفسه بتطلع لي المابين اللي هو اليوزر باك جراوند نولج دي الحاجه اللي جايه عندي دي هنا ده. بيجي في داتا سيت دي ريليز اللي هو داتا جماعه انا معاكم منه خدتها في الارض الناس تطلع منها معلومات كده وبتاع كده. فالبتاع دي لو حصل فيها مايننج بتطلع منها باك جراوند نولج زي جاي. عندي فانكشن اسمها اف اف دي مثلا جيبها بالواي بتعمل لي شنو لوكيشن بيس باك جراوند نولج استيميشن. هنا يكون عندي الام دي بتعمل لي الماتشنج دي الفانكشن بتاعت الماتشنج تمام. جميل. كيف احنا بنعمل بريزرفيشن للبرايفسي؟ كيف بنحمي البرايفسي؟ احنا بنعمل ما بنحمي البرايفسي ازاله. احنا بنحمي العلاقه اللي ممكن تؤدي الى اختراق البرايفسي. فبحمايتنا للعلاقه بيكون حمينا كله ريكورد براوز. وده ريكورد ليش اذا كان بيحصل. مش كده؟ فدي دي الكونتريبيوشنز الرئيسيه. ده الفريم ورك عباره عن 3 فيزز بيحصل فيه 3 بروسيسنج وبيحصل فيه اوثنتيكيشن لو بنتكلم على اكسس كنترول وبعدين بيحصل فيه الاكسس كنترول اللي احنا اخترعناه ده على اساس انه هو يعني فيو كويري موديفيكيشن. لو انت سالتني سؤال السؤال ده بيؤدي لاختراق الخصوصيه انا بحول لك السؤال ده برجع لك اجابه لسؤال مختلف بحيث انه اشيل كل العلاقات اللي ممكن تؤدي الى اختراق الخصوصيه كده. فدي مقارنه ما بين كميه بتاعت موديل ثانيه مشهوره جدا زي الكي انوميتي زي ال دايفرستي. الموديل بتاعنا اللي قدمناه في النهايه انه الريكورد لينك ما عنده فيه لينك يعني ما عنده فيه مشكله. دي الكونكلوجن بتاعت الموضوع. الموضوع يعني بسيط جدا لكن كان فيه قرايه كثير. انا استمتعت جدا اثناء ما بقراه. لكن في ناس تابعوني يعني في ناس ودوني في التاريخ تابعوني كده لحد ما وصلت وانتهيت منه واخدت البتاع. اتمنى ان انا اكون من الناس اللي تقدر تجيب لي ناس ثانيين معاك لحد ما يكملوا من التاريخ. شكرا جزيلا.